فريق المدينة هذا هو ستيفان ديبول اللي سيحتفل بعيد ميلاده 19 بعد 3 أيام. ستيفان ديبول يعيش موسمه الثالث الثاني مع عبد الله الشريف. تعود إلى منصور وينقل كرة أمامية. ستيفان ديبول يحاول التفاف الدوران التمرير. فرصة أمام كوبينا. نوم سواحلي الترسانة والنصر كان أثمن الأهداف في ملعب هوغو تشافيز. هدف استعاد به فريق الأهلي التوازن وأكد أن للفرق الكبيرة مكان وحضور. والتسديد في المرمى. هدف أول ستيفان ديبول. تسديدة قوية لا تصد ولا ترد. تعلن التقدم. تمنح الأفضلية للتشكيلة البيضاء والسوداء. فرحة جماهير المدينة. ستيفان ديبول أصغر الموجودين على أرضية الميدان. يرسل قذيفة قوية لا تصد ولا ترد في بهتة دفاعية. تغطية من سوء تغطية من أوليزيو التورغي. سوء تغطية استغلها أيما استغلال. لاحظوا ديبول ستيفان سدد بقوة وتسديدة قوية تنتهي في الشباك الأهلاوية. هدف لمصلحة فريق المدينة رغم التقدم. رغم التقدم هذا وأشير إلى أن الأفضلية هجوم لمصلحة فريق المدينة. الآن يفتك الكرة لاعب الكرة. فرصة الآن فرصة الهدف وهدف هدف ثاني لمصلحة فريق الهلال أو المدينة عن طريق نفس اللاعب ستيفان بول. بهتة واضحة على مستوى متوسطي الدفاع هذه المرة. المرة الأولى ساهم بقدر كبير أحمد عزاقة في تاهية الكرة. ربما تمريرة كانت توازي وزنها هدف. يعني كرة كانت أكثر من رائعة. اللاعب المقرج على ما أظن اللي مرر الكرة سنشهد الإعادة من جديد. يبقى الوقت مبكر. شوف الإعادة. افتك الكرة ممتازة يعني أكثر من رائعة. ضرب حوالي 4 لاعبين دفعة واحدة. ناجي المقرحي. ناجي المقرحي يدخل في الزحمة. تنقطع الكرة ترجع. هذا هجوم سريع لمصلحة فريق المدينة. محاولة تسديد وأحمد عزاقة. فرصة الآن وهدف. هدف 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 لمصلحة فريق المدينة في 28 دقيقة لعب. سنشاهد إن كان اللاعب اللي سدد الكرة أو من اللاعب. شوف خطأ وقع فيه خط الظهر. سنصار سدد أحمد عزاقة يبعد الكرة ولكن في اتجاه مرمى. إذا ستيفان بول والهدف الثامن لهذا اللاعب. إذا العاجي ستيفان بول يحرز الهدف الأول في 28 دقيقة لعب. فريق المدينة يتقدم بهدف مقابل لا شيء. شوف الإعادة مرة أخرى. خطأ واضح في التمركز بالنسبة للاعبي خط الظهر. إذا سنصار تسديدة بالقدم اليسرى ومتابعة. حاول يقوم بدور المساند كمتقدم خطوة على مدافعي فريق المدينة. كمرة سنصار كمرة سنصار وستيفان ديبول وهدف هدف لصالح فريق المدينة لصالح اللاعب العادي ستيفان ديبول بعد بهتة دفاعية. استطاع اللاعب العادي ستيفان ديبول أن يقتنص هذه البهتة الدفاعية ويستفيد منها في هفوة دفاعية من سويس مبارك ومعاد عبود. وستيفان ديبول يذلل الفارق ويقلص الفارق. إذا ستيفان ديبول وما زال التقدم على صعيد النتيجة لمصلحة فريق النصر بهدفين مقابل هدف. إذا هذا هو الهدف رقم 10 في مسيرة اللاعب العاجي ستيفان ديبول هداف فريق. مرحلة استعدادية خارج الجماهيرية في جمهورية مصر. هذا هجوم لمصلحة فريق المدينة. تصدم أحد اللاعبين. تعود مرة أخرى لمصلحة فريق المدينة. لاعب الكرة في اتجاه الخليفي أو الحراري سعيد. ترجع وفرصة للتسديد. تسديد وهدف. تسديد وهدف. واضحة الأمور بالنسبة لستيفان بول. يعني لاعب يتخلص
بشكل ممتاز ولكن بدون اي مضايقة. شوف استلم الكرة يمر بدون اي مضايقة وسدد، يعني تسديدة مثالية لمقرج، سدد على يمين حارس الاهداف في ملعب اوغو تشافيز، هدف سعادة بفريق الاهلي، التوازن واكد ان للفرق الكبيرة مكان وحضور والتسديد في المرمى. هدف لمصلحة فريق المدينة رغم التقدم، رغم التقدم هذا، وأشير إلى أن الأفضلية في الدقائق الماضية. صار اللاعب هشام شعبان تبديل الفارق لمصلحة الاتحاد بهدف سجله من علامة الجزاء، ينتهي الشوط الأول بتفوق فريق المدينة على الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف. محمد مدرج يتعرض للعرقلة، ركلة حرة مباشرة، بدأ فريق المدينة يحاول محاولة العودة في اللقاء ومحاولة تعديل النتيجة. شوط ثاني في رتم سريع، في شوط كثرت فيه الفرص، شاهدنا فيه هدف من اختراق رائع، هجمة عكسية لفريق الخليج، تمكن خالد الزيت من إكمالها في شباك فريق المدينة. أربع لاعبين، عماد أبو خطاب، عبد الله الشريف، محمد بن برد، وستيفان بول. بالتأكيد ستيفان بول صاحب قدم جنة قوية، من سينفذ وإلى أين ستذهب هذه الكرة؟ هل يتمكن فريق المدينة من العودة في الوقت الصعب قبل 9 دقائق من نهاية اللقاء؟ أم أن فريق الخليج سيؤكد أنه صانع المتاعب وخالق المصاعب لفريق المدينة على أرضية هذا الملعب؟ الجدار يتكون من 6 لاعبين، سيحاول الدفاع عن الهدف الذي تمكن خارج الصيف من تسجيله وإحراز أولى الأهداف هذه المباراة. استيفان بول، من سينفذ؟ في انتظار التنفيذ، الحكم يطلب من اللاعبين الالتزام. تلعب الكرة، كرة استيفان بول تمر، والهدف التعادل، هدف التعادل بطريقة جميلة جدا. استيفان بول يعود بالنتيجة لفريق المدينة، فريق المدينة يعود بالنتيجة ويحرز هدف التعادل عن طريق اللاعب الإكواري استيفان بول، هدف مقابل هدف قبل 8 دقائق من نهاية المباراة، فريق المدينة يعود بالنتيجة عن طريق استيفان بول الذي بدأ يسجل في كل المباريات. استيفان بول، شوف الإعادة، ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة، سيف الدين الواعر لم يجد شيء إلا متابعة هذه الكرة. حقيقة اعتقد أن الكرة خارج الخارج المرمى لكنها صعبة، صعبة يا سيف الدين الواعر عليك وعلى أي حارس مرمى. كرة اصطدمت من العارض، اصطدمت بالقائمة الأيمن على طريقة لعبة البلياردو. نبقم الورقة الصفراء لجبريل البقرماوي، كرة والديب بول في تسديد ستيفان، ستيفان هو الأقرب للتسديد، ستيفان ديب بول. تاريخ مميز يرسمه هذا اللاعب في بداية مسيرته مع الأولمبي في عام الأول، هداف المدينة الأول